سؤال: بابا عايزني نسخة منه، أدخل الكلية اللي هو عاوزها وألبس اللبس اللي يعجبه وأتكلم بطريقته هو، أنا مش عاوز كده، ولما أقول له لأ ببقى ابن متعب ومش مطيع، أعمل إيه؟ بص، هو بابا أي بابا يعني بيبقى عاوز ولاده أحسن ما يمكن، فغالبا بابا شايف نفسه أحسن ما يمكن فعاوزك نسخة منه. معلش خليه برضو يشوف المراية شوية، يمكن تساعده الإنجيل يعني. لكن الأفضل إنك أنت يعني تاخد وتدي مع بابا بأدب، لأنه الكتاب علمنا اكرم أباك وأمك، فتقول له: بابا من فضلك أنا بحب رأيك، بس اديني حرية أختار الكلية اللي أنا شايف إن أنا هحبها وأمشي فيها. وتبقى في حوار كده بينك وبين والديك مؤدب مهذب، اسمع لأن رأيهم مهم، لكن كمان عبر عن رأيك وتفهم. في اللبس قول له يعني برضو اديني فرصة ألبس بطريقة تريحني، وأنا أتأكد أن أنا هلبس حاجة يعني محترمة، وحاول توصل لحاجة كده في النص، أنك ترضيه شوية من غير ما تمشي ورا كلامه في كل حاجة، طالما ده حرية شخصية. وبعدين ممكن تتناقش معه وتقول له: اديني فرصة أعمل شخصية لوحدي يا بابا، يعني أنا هاخد منك أحلى حاجة وهاخد من ماما أحلى حاجة، لكن هاخد من الإنجيل كل حاجة، فاديني فرصة أنقل منك حتة وأنقل من ماما حتة، لكن عاوز أخد من ربنا يسوع كل حاجة. حلو، شيء من التفاهم والمحايلة ممكن توصل إنك يعني تمشي صح. حكاية بقى بيقول لك تبقى ابن متعب ومش مطيع، يعني حاول تتفاهم معاه وتقول له: أنا بسمعك في كل حاجة، بس الحتة دي أنا بعتبرها حتة شخصية شوية، وهحاول يعني أرضيك فيها، لكن اديني فرصة. بصوا، أنا متصور إنه أي شاب مريح لوالديه ومحترمهم صعب يفرضوا عليه كل حاجة في الزمن ده بالذات. بالعكس، الأهالي بيقولوا عكس كده، بيقولوا الشباب ما بيسمعوا لناش خالص، ما بيحترموش رأينا حتى، فأنت كده واخد الوش التاني قوي. ففي النص أحسن حاجة، يعني الاعتدال كويس، إن هم يقولوا رأيهم ونحترمه وناخد منه، وفي نفس الوقت نشوف الحاجة اللي احنا بنحبها طول ما احنا ماشيين في النور مع ربنا.